السلام عليكم. لماذا يرتدي الفقار المغربي قناعا؟ ان شاء الله راح نسمع الاجابه بهذا الوثائقي. قبل ان نستعرض هذا الوثائقي احب اقول كلمه جدا جدا قصيره، وهي عندما يتحد الشاب الشيعي بعمل مشترك وان كان بسيط لكن يخرج بنتيجه مثمره ان شاء الله. هذا الفيديو هو من كتابه الاخت عميله ال محمد، اما المونتاج فهو الاخ العزيز اللي تعب حقيقه بمنتجة هذا الفيديو، الاخ منتظر. اما التعليق الصوتي للاخ العزيز سجاد، والتقديم ونشر الفيديو هو لقناة خواطر فكرية. والله العظيم افخر بان نجتمع، افخر بان نكون تيم اعلامي ولو كان بسيط، لكن تيم اعلامي يعمل مع بعض، هم الوحيد نشر كلمة محمد وآل محمد، علوم محمد وآل محمد، وأيضا الدفاع عن محاور الشيعة ومشايخهم أعلى الله مقامهم. لماذا يرتدي الأخذ الفقار المغربي قناعا؟ نترككم إن شاء الله مع الإجابة. ذو الفقار المغربي لماذا يرتدي قناعا؟ أبناء السقيفة مع الابتزاز والتهديد والقفز على الحياة الخاصة لذو الفقار بكافة أنواع الانحراف بلا دين ولا مروءة ولا أخلاق، ليتهموا من يفضحهم بالدليل بقصة نسبوها إليه كذبا وافتراء، ليكملوا ما ينقصهم من ذل وهوان. لا رجل فيهم ولا رجال، بكل أنواع الانحطاط من رامي سراب شيخ الحمامات إلى المنجرف في مزقه أبو عمر مكافح الإكلاوات الذي لا يملك حتى كلمة رجال، حيث وضع شروطا مخالفها كجده معاوية بلا عقل، فقط ليوهموا قطيعهم تركوا الروايات والأدلة والأحاديث وتمسكوا بالقناع لأنه فضحهم وفضح شيوخهم. بينما ذو الفقار لا يسب وكل أدلته من رواياتهم، أما وجهه فقط لتقتلوه. لكن الباحث والعاقل لا يتأثر في القشور، الحياة الشخصية لكل مؤمن هي ملك له، أما ما يطرحه فهو ملك لنا. ولكل من يبحث عن الحقيقة، صاحب العقل السليم يهمه الدليل لا شكل الوجه، مع جل احترامنا وتقديرنا لحياة الأخ ذو الفقار المغربي الشخصية وظروفه الخاصة وعائلته المؤجلة، فهؤلاء لا يقدرون الرد على مخازيهم وبكل طريقة يحاولون تغيير الموضوع وما يطرحه ذو الفقار، فيشغلون قطيعهم بالقناع والقصص المفبركة كي لا يحرجوا أنفسهم أمام قطيعهم. فهل عندما يزعمون كشف وجه ذو الفقار يثبتون شرف عائشة مثلا؟ أم كشف القناع وما نسبوا إليه من الصور تمحو ما وجد في البخاري من المخازي والفضائح وطعن بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ذو الفقار اضطر للبس القناع ليتقي شر إرهاب السقيفة، لأنهم لا يترددون بقتله هو وعائلته لإسكاته، وهو ليس خائف على نفسه ولكن هكذا يحافظ على عائلته من غدر أتباع السقيفة. ومن شدة وجعهم فهذا التكالب يدل على أنه هزمهم وألمتهم الهزيمة بشدة. أما المناظرات التي يطلبونها منه إلا حجة ويهربون منها عندما يدعوهم الشيعة إلى المناظرات على الشاشات، وما يفعله ذو الفقار اليوم هو أفضل من المناظرة والرد مقطع بمقطع، حيث يقسم ظهورهم ويلقمه الحجر، وهذا وفق ظروفه ومحيطه وما يتربصه الأعداء حفاظا على نفسه وعائلته، لا يظهر مباشرة، ثم يفترون ويتهمونه بالجب والدليل أمام عيونهم. فهل كان الرسول جبانا لأنه ينشر الإسلام متخفيا؟ وحاشاه، أم تجنبا لتعصب دين آباء وأجداد قريش الوثني؟ وما دخل إظهار الوجه في الكلام والحجج التي يثبتها؟ كلامه حق أو باطل، وجهه لا يفرق، لأن المعلومة تصل لمن يتابع ويتبع الدليل. يزعمون أن ذو الفقار هارب فرار، بينما يثبت صدقه بالكتاب والدليل أمام المشاهد.
ولا يقولون ويعترفون على مزور بالتزوير رغم أنه فعلها في البث المباشر. هيا نبدأ اللعبة. ادي ميل اهي اهو، مفيش فوتوشوب اهو، مفيش فوتوشوب. الايميل التاني. هيا 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 يا وهابية ويا شيعة، بدأت اللعبة. أوجد الفرق بين الكلمتين، كلمة كربلاء وكلمة الموالي، كتبت بشكل مختلف في الإيميل الأول وفي الإيميل الثاني. ما هو الفرق بينهما؟ هيا فقد بدأ الوقت. انتهى الوقت. هل وجدتم الاختلاف بين الكلمتين؟ قبل أن أقول الإجابة، أوقفوا الفيديو واكتبوا الاختلاف في التعليقات لأرى ذكاءكم. والآن لنرى الاختلاف بين الكلمتين. الاختلاف الأول، في الإيميل الأول كلمة كربلاء مكتوبة بحرف الكاء الصغيرة أو كي بالإنجليزية، وفي الإيميل الثاني مكتوبة بحرف الكاء الكبيرة. والاختلاف الثاني، في الإيميل الأول كلمة كربلاء بينها وبين النقطتين توجد مساحة. أما في الإيميل الثاني لا توجد مساحة، يعني مباشرة كتبت كلمة كربلاء بعد النقطتين بدون مساحة. الفرق واضح، فمن عرف هذا الفرق فهو ذكي ما شاء الله عليه. هل شاهدتم الفرق؟ هذا الكذاب الآن هو بنفسه مصدوم بما يشاهده الآن، أعماه الله ولم ينتبه. الآن ستقولون عجيب، لماذا كتبت كربلاء بشكل وفي الإيميل الثاني بشكل مختلف؟ ولو كنتم تناظرون بشرف دون قطع وبتر وتزوير يناظركم، ولكن خسئتم. كيف ومثوبكم بني على البتر والباطل، والشبل الحيدري يحاججكم من كتبكم، يفحمكم بالإسناد والمصادر، وأنتم جبناء لا يمكنكم المواجهة، فقد تهريج وثرثرة وافتراء عليه. فالعاقل يهمه الدليل لا شكل الوجه ولا حياته الشخصية، ولأجل عائلته الكريمة نعم يلزم هذا القناع الذي أصبح رعبا لهم، وإلا فهو لا يكترث لنباح القطيع والصراخ على قدر الألم. ونحن لا نريد ما حدث للشهيد الشيخ حسن شحاتة وأولاده وعائلته أن يتكرر، وهذا حلم كل وهابي نصبي بحجة المناظرات والقناع. بينما لكل عاقل يتضح أن ترك القناع أو إبقاءه فهذا لن يغير الحقيقة والأدلة التي يكشفها من أمهات كتبهم. يحاججكم بالأدلة من كتبكم ولا يطعن بدينكم، بينما كتبكم هي التي تطعن كما ألحد شبابكم بسببها، وتحاججونه بالقتل والإرهاب، وأنتم تثبتون ما تتناقله كتبكم الصحيحة لأنكم لا تقدرون على المواجهة. هو يأتي بالأدلة من الكتب والصحاح، وإذا بالنواصب يمتلكهم الغضب لأنه فضحهم وما استطاعوا أن يردوا عليه، فلاجأوا إلى كيف يتركوا القناع. نعم، لكي نعرفك ثم نقتلك، وبذلك نكون قد انتصرنا عليك. هكذا طريقتهم للتغلب على الخصم وإسكاته. فلو توصلوا إلى معرفته حقا وعرفوا حقيقته كما زعموا لا قدر الله لقتلوه، وفعلوا به كما فعل الصعلوك الملعون عمر بن العاص بالصحابي الجليل محمد بن أبي بكر، وكما فعل الملعون معاوية لعبد الرحمن بن أبي بكر، وكما فعل معاوية بعائشة اللعينة، وكما فعل عثمان بن عفان بالصحابي أبا ذر الغفاري والصحابي عبد الله بن مسعود، وتاريخ أسيادهم من كفر ونفاق وظلم وتحريف وتزوير. والله إنهم يعلمون جيدا أن ذو الفقار لو كشف عن قناعه لحظة لن يتركوا له نفسا، وهذه حقيقة يعلمها الوهابية قبل الشيعة. ليخفي أسدنا وجهه المبارك، فما يهمنا أن قلبه طاهر بولاية محمد وآل محمد. ويبقى ذو الفقار المغربي كابوسا يحلم الوهابية بإسكاته.